السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بلاء الراقي ودرس جديد من دروس تعلم فوتوشوب سي سي. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض أداة الإريسر تول. الإريسر تول هي الأهيات يا جماعة، هي عاملة زي الأستيكة كده بالظبط. لو جينا بصينا كده وعملنا هي كده بتمسح. نرجع كنترول زد تاني، لو جينا خدنا مخلفية، بصوا يا جماعة كده بتمسح. لو عملنا خدنا دبل كليك عملنا لو فتحنا اللير بتاعنا جبنا الإريسر اهي، بصوا يا جماعة هي كده بتمسح. أول حاجة فيها بتمسح، ممكن أختار أمسح بفرشة خشنة أو فرشة ناعمة زي كده مثلا. كده ممكن ادي الفرشة خشنة تمام او حادة، كليك يمين واختار نوع الفرشة بتاعتي اللي عاوز امسح بيها، مثلا ممكن تكون ناعمة زي كده. بص يا جماعة بتمسح بنعومية. لو انا عاوز امسح مثلا الخلفية بالشكل دوت. طيب في حاجة تانية بعدها، لو في برضو اهي بتمسح لو انا عاوز امسح تمام. في حاجة تحتها برضو، لو تكنا تكة طويلة هتفتح تاني background eraser tool. ال eraser tool background eraser tool ديت دي بتمسح حسب اللون. يعني انا لو جيت كده وقفت عملت كده، بس حسب لو جينا كده هتلاقي فيه علامة بلس اهيت، هي دي نقطة المركز بتاعها او اللون بتاعها اهو. لو جيت عملت كده بالشكل دوت اهي هتلاقيها بتمسح معايا بالشكل دوت تمام، واقدر ان انا افرغ الشكل بتاعي من الخلفية، بس الخلفية تكون لون واحد يا جماعة. اهم حاجة الخلفية تكون زي ما انتم شايفين كده لون واحد، مش اكتر من كذا لون تمام. طيب الاداة اللي بعدها بتعمل ايه؟ الماجيك اليسر تول. لو جينا كنترول زد كده كنترول الت زد عشان نرجع تمام. لو جبنا كليكة طويلة فتحنا الماجيك اليسر تول. الماجيك اليسر تول هي أداة سحرية شوية، بتاخد درجة اللون وتقوم مسحة كله مرة واحدة. يعني لو جبت أنا هنا وقفت هنا كده، بص عملت مسحت كله مرة واحدة. طب فضل هنا حاجات بسيطة ليه؟ لأن أنا ممكن هنا لو أنا عليت لخمسين مثلا، تكيت انتر رجعت كنترول زد تاني واتكيت، هتلاقيها مسحت بالشكل دوت، بس خدت اجزاء من، لو بصينا خدت اجزاء من الحيوان بالشكل ده. فنرجع كنترول زد ونقللها تاني تمام، ونقوم عاملين كده والبواقي نضغط عليها بالشكل دوت، هتتمسح معانا بالشكل ده تمام. تمام يا جماعة، نيجي مثلا نجرب على حاجة تانية أو خلفية تانية أو لون تاني. نيجي من أول اليسار أهي يمسح معانا عادي جدا. ممكن قلنا دبل كليك عشان نفتح اللوك بتاعها أهو. بص يا جماعة دي بتمسح عادي جدا، كنترول زد كنترول الت زد عشان نرجع. لو جبنا الماجيك هتلاقيها تمسح بالشكل دوت زي ما احنا شفنا. بننقص طبعا اللون ده، ممكن ان احنا لو زودنا هنا ل 40 مثلا وعملنا كده هتمسح معانا كلها بالشكل دوت. فهي أداة الإليسر تول، هي أستيكة اللي احنا بنمسح بيها، وليها ثلاث أدوات متصلة بيها، الباك جراوند وعرفنا بتعمل فيها ايه، ادي الباك جراوند تمسح لون واحد بالشكل دوت، والماجيك إليسر تول. الماجيك إليسر تول اللي بضغطة واحدة تقدر ان انت تمسح الخلفية كلها. وطبعا ما تنساش تقلل في الاليسر تول، يعني بحيث ان ما تاخدش اي اجزاء من
الشكل اللي انت عايز تخليه 20 مثلا، دي هتبقى تمام جدا. يعني لو خلينا مثلا رجعنا كنترول زد قلنا 30 تمام، وعملنا كده 30 معقولة جدا، ما مسحتش أي حاجة وشالت الباك جراوند على طول تمام. وبكده يكون درسنا النهاردة انتهى. ما تنساش سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وتتابعنا في باقي الدروس. كومنت وقول لي رأيك، ولايك للفيديو وشير لأصحابك عشان يستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.